المقابلة للبيت الأبيض في واشنطن في نهاية كل أسبوع إلى مساحة لتظاهر الجاليات العربية الأمريكية لإعلان مطالبها لإدارة الرئيس أوباما بدعم أصوات التغيير القائمة حاليا في أوطانهم الأصلية. هذا المشهد الجديد على العاصمة الأمريكية بات يستقطب أنصار التغيير في الوطن العربي من الأمريكيين من أصول عربية وغير عربية، وإلى مناسبات للقاء أبناء الجالية بصورة لم تحدث من قبل. هذه هي المساحة المقابلة للبيت الأبيض، هادئة طوال أيام الأسبوع، لكنها في نهاية الأسبوع على صورة مختلفة تماما. في مثل يقول البيت الأبيض ينفع في اليوم الأسود. ولأنها القناعة التي تحكم العرب الأمريكيين والعرب المقيمين في الولايات المتحدة، فهم يأتون هنا سؤالا لدعم المؤسسة الرئاسية لأصوات التغيير في أوطانهم الأصلية. الرسالة اللي أطلبها من الرئيس الأمريكي بارك أوباما هي أن يقول للرئيس اليمني علي عبد الله صالح ارحل الآن، كما قال للرئيس المصري حسني مبارك والرئيس الليبي معمر القذافي. يأتي اليمنيون مرة في نهاية كل أسبوع ويقولون للرئيس أوباما إن أهلنا في اليمن يريدون دعمك لإحداث حلمهم في التغيير، ولا يهم في سبيل ذلك كم من المسافات يقطعون. وانضم مؤخرا السوريون إلى المشهد، يلتقون هنا في نفس الموعد ويندّدون بما يصفونه بالمذابح المرتكبة في سوريا، ويطالبون بالتغيير ويؤكدون أن الوقت قد حان لذلك. أنا اليوم أمام البيت الأبيض لأسمع صوتي إلى العالم كله إن سوريا تريد الحرية. ويأتي البحرينيون أيضا ليعلنون رفضهم تناول الأزمة في بلادهم على أنها أزمة طائفية بالدرجة الأولى، ويقولون إنهم يرفضون كل دعوة للطائفية هناك. لا لمن يريد أن يعبث بأمن البحرين، تريد أن تقول لا لمن ينادي بالطائفية. البحرينيين كلهم يرفضوا الطائفية، يرفضوا العنصرية. ويخرج الليبيون خروجا مختلفا عن العادة هذه المرة، ليس لطلب الدعم من إدارة الرئيس أوباما، إنما لإعلان شكرهم لأمريكا ولبقية دول التحالف المشكل لحماية المدنيين من هجمات القذافي في ليبيا. اليوم تجمعنا عشان نشكروهم، نشكر الدول اللي قامت بحظر فرض الطيران. هذا هو المشهد إذن هنا في واجهة البيت الأبيض في نهاية كل أسبوع. عرب وأمريكيون يتظاهرون لنصرة أصوات التغيير في المنطقة العربية، أحياناً لإعلان مطالب محددة من الإدارة الأمريكية، وأخرى للفت انتباه الإعلام والرأي الأمريكي، وفي واحدة منها هذا الأسبوع هو إعلان الشكر لقوات التحالف بما تقدمه للمدنيين العزل في ليبيا من حماية وإحساس بالأمان. رابح فلالي، الحرة، واشنطن. بعد قليل في العالم اليوم. قتلى وجرحى في قندهار غداة مقتل موظف